اهلا دكتور، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. دكتور، اذا يعني تابعت معنا اليوم حزمه القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي، مع ايضا ولجنه السياسات النقديه للبنك المركزي المصري. وهذه الحزمه من القرارات لمواجهه الحاله الاقتصاديه التي تمر بها البلاد في هذه الفتره، والتي ايضا يمر بها العالم في ضوء الازمه الروسيه الاوكرانيه. قررت اللجنة اليوم في هذا الاجتماع الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقرار لليلة واحدة، سعر أيضا العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة. برأيك كيف تتواكب هذه القرارات مع التحديات العالمية الاقتصادية، وما هي أهمية هذه القرارات أيضا؟ يمكن في الحقيقة احنا انتقلنا من أزمة الوباء إلى أزمة الغلاء، وهذا على الصعيد العالمي وليس الصعيد المحلي فقط. ويمكن تعبير السيد رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي اليوم تحدث عن أننا بصدد إدارة أزمة، وإحنا المصريين تعودوا من خلال قيادتهم السياسية على إدارة الأزمات بكفاءة، سواء الأزمات الأمنية أو الاقتصادية. لدينا حلول جذرية حدثت في عام 2016، بعدها تحسن الاقتصاد المصري وتم تحقيق معدلات نمو متزايدة عام بعد عام من 2016 إلى 2020. عفوا. ولدينا أيضا التجربة، نجحت القيادة المصرية بامتياز في إدارة أزمة كورونا من الناحية ليست فقط الصحية أو الأمنية، ولكن أيضا الاقتصادية. لم تعاني الأسواق المصرية من نقص في العملة الأجنبية أو نقص في السلع والمواد التموينية أو أي أزمات اقتصادية، وظلت العملة المصرية قوية. هذه السنوات شهدت زيادة في الصادرات المصرية، وزيادة في تحويلات العاملين في الخارج، وزيادة في دخل قناة السويس، وهي أكبر المصادر الدولارية. معدل التضخم تراجع إلى ما دون ال 7% لأول مرة من 40 سنة، بعد ما كنا وصلنا لأكثر من 31%. اليوم احنا بصدد اختبار جديد لصلابة الاقتصاد المصري. عالميا أزمة طاقة وأزمة غذاء نتيجة للحرب الأوكرانية، ارتفاع معدلات تضخم في كل دول العالم. بنشوف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي رفع سعر الفايدة ب 25 نقطة أساس، أيضا البنك المركزي في إنجلترا وعديد من البنوك في العالم. البنوك الخليجية رغم أن تراكم الثروات وارتفاع أسعار البترول أدى إلى زيادة دخل وزيادة إيرادات الموازنة العامة في هذه الدول الشقيقة، إلا أنها رفعت أيضا سعر الفايدة. بالتالي ما تم اتخاذه اليوم من قرارات هي حزم قرارات متكاملة ومترابطة في وقت واحد. الهدف منها محاربة التضخم، وهو الهدف الأساسي والدور الأساسي للبنك المركزي، ومنع والقضاء على السوق السوداء في الدولار وظاهرة الدولارة اللي لجأ ليها بعض المواطنين في الفترة الأخيرة. طب احنا مضطرين نعمل كده؟ بالتأكيد مضطرين نعمل كده. ليه؟ لأن لو فضل سعر الفايدة منخفض على الجنيه المصري هيحصل هروب للاستثمارات الأجنبية من مصر، واحنا شفنا خروج أكتر من 3 مليار دولار خلال الأسبوعين اللي فاتوا من الاستثمار في سوق المال المصري. هنشوف تراجع في تحويلات العاملين شبه اللي حصل في 2015 و2016، وده مصدر مهم جدا للاقتصاد المصري. أيضا ده تزامن مع أن رفع سعر الفايدة في البنوك الحكومية الكبيرة وإصدار شهادة جديدة عشان توفر دخل كبير للمدخر الصغير اللي زادت بالنسبة له تكاليف الحياة. بنشوف ده صاحب هذه السياسات النقدية بتحرير سعر الصرف عشان نقدر يبقى بكفاءة، لأن احنا كان عندنا سفه في الاستيراد في الـ7 شهور الأخيرة وزيادة كبيرة جدا جدا في الاستيراد.
رغم الأوضاع الاستثنائية اللي موجود فيها العالم مش بس الدولة المصرية، وبالتالي احنا في قرار كان حتمي وربما يعني جاء متأخرا بعض الشيء كنا نحتاج له منذ فترة في الحقيقة أقرب من ده، لكنه لم يتأخر كثيرا. من الطبيعي أن كل العملات في العالم، لدينا دول في المنطقة 47% معدل تضخم في تركيا، لدينا ارتفاع في معدلات التضخم في كثير من الدول العربية الشقيقة. احنا يعني هنا نريد أن نتوقف دكتور بعد إذن حضرتك، يعني قد يتساءل البعض وهي أسئلة مطروحة ومشروعة لمن لا يفهم، وخاصة أنها أمور اقتصادية، يعني قد يتساءل البعض عن العلاقة بين ما يحدث في أوكرانيا وانعكاس هذا على العالم وما يحدث أيضا في مصر. يعني حضرتك في معادلة اقتصادية أو في شرح اقتصادي وافي ومبسط في نفس الوقت، يعني كيف تشرح هذا للمتابع الغير متخصص في الشأن الاقتصادي؟ طيب، أوكرانيا وروسيا هم مين؟ هم ثلث صادرات العالم كله من القمح ومن الذرة ومن زيت عباد الشمس وكثير من المحاصيل الزراعية، ولكن دي أهمها. وبالتالي احنا عندنا ارتفاعات كبيرة جدا في أسعار الغذاء، لدرجة ان رؤساء دول كبرى زي فرنسا بتشير الى ان احتمال يحصل مجاعة. ده ببساطة زود الأسعار، وبالتالي زود على الدولة عبء الدعم لرغيف العيش او لمنظومة القمح من ناحية. من ناحية تانية نفس الكلام في الزيوت. الحاجة الثانية ان الطاقة هي مدخلات هامة جدا لكل الاقتصاديات، فارتفاع برميل البترول معناه ارتفاع في تكاليف النقل لكل السلع، وارتفاع السلع اللي البترول داخل في انتاجها او كمدخلات ليها. وبالتالي احنا بنتكلم على ان ما حصل في اوكرانيا هو امتداد كمان للي كان حصل في كورونا، لان في كورونا البنوك المركزيه طبعت فلوس بكميات كبيره، البنك الفيدرالي الامريكي طبع 6000 مليار دولار خلال سنتين، وبالتالي احنا كنا اصلا متوقعين موجه تضخم في 22 من غير ما يكون في الحرب، وبالتالي جت الحرب ضعفت فعلا من هذه الاثار. ده يخليني كمواطن ايه بقى؟ السلع اللي انا بستوردها اسعارها هتزيد غصب عننا، ده لسبب خارجي ملوش علاقه بالحكومه المصريه، وده مش بس بيزيد على المواطنين، ده بيزيد ايضا على الحكومه اللي عندها الانفاق بتاعها والمستلزمات بتاعتها اللازمه للتنميه. ايضا ده بيزود الضغط، يعني النهارده القرار مش صعب بس على الافراد، الحكومه بسبب ارتفاع سعر الفايده ده هيؤدي لزيادة العجز في الموازنة على الحكومة. الفائض الأولي اللي كنا بنعمله بقالنا 3 سنين هيقل. طيب، يعني في حالة يا دكتور أنه استمرت هذه الحالة العالمية وانعكستها علينا هنا في مصر، استمرت لفترة يعني سنة سنتين أو أكثر، يعني كيف يمكن مواجهة هذه الأزمة اقتصاديا؟ مستقبل التحديات، هذه التحديات كيف يكون؟ يمكن اسمحي لي استخدم حرفيا ما قاله دولة رئيس الوزراء اليوم، ان الأزمة الحالية أسوأ من كورونا، والعالم في انتظار سيناريو اكثر تشاؤما، وبالتالي احنا في حاجة شديدة جدا للتعامل مع الأزمة سواء كدولة أو كأفراد، بكتير جدا جدا من الحذر وكتير جدا 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 من التعامل. نحتاج إلى تقليل الاستهلاك، نحتاج إلى زيادة كبيرة في الإنتاج، مراجعة الأولويات سواء كدولة في المشروعات النووية أو سواء كأفراد. الدور المهم جدا لمنظمات المجتمع المدني وللإعلام في ضبط الأسعار ومراقبة الرقابة الشعبية على الأسعار مهمة جدا في اقتصاد سوق وليس اقتصاد اشتراكي بالمعنى الخاص بالستينات، وبالتالي الرقابة الذاتية من المجتمع وصياغة الأولويات. صحيح صحيح، إعادة ترتيب الأولويات يا دكتور، ووعي المواطن أيضا
بهذه الأزمة وكيفية تحديها والتصدي لها. شكرا جزيلا لك الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، كنت معنا في هذه التغطية الحية والمباشرة.